حال جولة حتكون ساعتين ونص ثلاث ساعات، المدينة كبيرة جدا، وإن شاء الله حنشوفوا أغلب الأماكن الأثرية. تمام زي ما صار في نوع من العمارة، ولهذا تطور العمارة من المصرية الغربية للجمهورية الرومانية. صار في اهتمامات في روما نفس العاصمة، هو جمع كتيبة الجيش. المقصد من الزيارة هذه طبعا هي تدريب ميداني يعني وعلمي للطلبة، طبعا ياخذوا في تاريخ عمارة واحد اللي هو تاريخ العمارة الرومانية بالذات، وطبعا واللي احد المدن نتاعها اللي هي طبعا لبدا، وعندنا صبراتة واويا اللي بقي منها طبعا قوس ماركس. فطبعا هنا ولن بيتعلموا بيشوفوا المباني اللي انشئت او الطرز المعمارية اللي قام بها طبعا الرومان، والمباني اللي هي المدنية اللي قام بها. طبعا حضارة الرومان جت بحضارة يعني تعتبر متجهة للمدنية اكثر من الدينية، زي ما في عمارة المصريين القدماء والله عمارة الإغريق، وبالتالي طبعا تنوعت هنا العمارة متاعهم، فصبحت فيها طبعا الحمامات، وصبحت فيها المسارح اللي زي الحنياتة والآن واقفين فيه الأطلال متاع المسرح الروماني. طبعا بالإضافة طبعا حنا حيتعرفوا على الأعمدة، يتعرفوا على طبعا اللي هي واختينا اللي هي أصولها طبعا يرجع للإغريق اللي هو الكورنتية والدورية والأيونية، والأعمدة طبعا الرومانية طبعا سواء كان المركبة والتسكاني. تعرفنا على أماكن الطرق فيها والأماكن المسارح والحمامات والرومانية القديمة، ونسبة الأثار كانت مخفية، نسبة 30% ظاهر، نسبة 70% قاعد تحت الأرض مش معروف. ونتمنى زيارة كل الطلبة لهذه الأثار العلمية كرحلة علمية. مشاهدة تعال لفاتورة الزيت، هي لما يطحنوا الخمور تاع الزيت يولعوا بها في النار. طبعا البارد ادخل ينزل الموقع البارد والساحل ينزل. كانت هناك غرف خاصه مصغيرة. الزيارة العلمية كانت هذه لتوطيد وتثبيت المعلومات اللي احنا ناخذوا فيها في المواد الدراسية، تكون يعني الخيال متاعنا نزيدوا نصوروه على أرض الواقع بصورة أفضل، هيك تسهل للطلبة الفهم وشرح المعلومات. التاريخ العصور القديمة للرومانيين والعصر الروماني، العصر الروماني، هذه المواد طبعا قريناها في مواد تاريخ عمارة واحد واثنين. ما زال تو بعد ما تربنا إن شاء الله ماشيين للحلبة، حلبة الصراع. هيا